السلام عليكم. Lesson 6 Unit 2 A Robbery. الدرس السادس من اليونت الثاني عملية سرقة. هذا الموضوع راح يتكلم عن حادثة سرقة، عملية سطو حصلت في منزل. يتم التعامل مع الحادث من خلال نشر بالجريدة واللغة راح تستخدم راح تكون لغة رسمية أكيد هي لغة الصحيفة والجريدة. ويتم تناول الموضوع عن طريق البنية اللي سرق منزلهم. سو راح تدز إيميل لصديقتها وراح تكتبه بصيغة غير رسمية. راح نستفاد من هذا الموضوع من خلال وجود مرادفات يرجوها من عندنا رسمي وغير رسمي. في البداية أقول إنه هذه القطعة مو وزارية لأن هي ما تجي بسؤال الفرع B من السؤال الأول، سؤال القطع الاستيعابية زي الطارق، مرضى السكر، الرادار، العطل والإجازات العشرة المطلوبة ذنيش، لكنه يحبوها ويجيبوها دائما بالوزاري من خلال استخدام المرادفات مالتها ذول بالأصفر occurred, injured, investigate حتى هاي alerted. وايضا يستخدموها بسؤال المعاني من ناحيه انه هذه الجمله اصلا جت دور اول 2016 نفس الجمله بالضبط. خلين alert يعني at 11:15 police were alerted slash called المستخدمين المرادف الثاني مالتها by Mr. Smith. طبعا الاختيار الصحيح هو alerted لان الجمله اصلا جايبها من النص الرسمي. هنا راح احنا نتعامل ويا الموضوع راح اقراه واشرحه واترجمه وانبهكم على الكلمات والاشتقاقات مالتها مثلا، وايضا بالاخير اشوف شلون كانت تجي بالوزاري بالنسبه للاملاء خصوصا العبارات او المفردات اللي هي المرادفات. Skim the two texts. Are they about the same or different events? القي نظره سريعه على النصين واشوفهم هل هم في لاحداث مختلفه او متشابهه. A robbery occurred last night at 11 o'clock at 305 Park Drive. عمليه سطو سرقه حصلت الليله الماضيه الساعه 11. في هذا العنوان owners of the house مالكي المنزل أصحاب المنزل Mr. and Mrs. Smith سيد والسيدة سميث were at home and asleep at the time of the robbery كانوا بالبيت ونايمين وقت حصول السرقة. Money, jewelry and computer were stolen but no one was injured. نقود فلوس جوهرات صيغة and a computer جهاز حاسوب were stolen تم سرقتها but no one was injured ولم يتأذى أحد. At 11:15 police were alerted by Mr. Smith. الساعة 11 وربع تم إبلاغ الشرطة. alerted أبلغ يبلغ يحذر بس هناك ترجمة تكون أبلغ أفضل. أبلغت الشرطة by Mr. Smith من قبل السيد سميث who says اللي قال his daughter إنه ابنته Sue woke him up after hearing a loud noise إنه بتسو أو أيقظته بعدين سمعت صوت عالي. When he went downstairs to investigate عندما نزل إلى الطابق الأسفل ليتحقق investigate ويتحقق he found a broken vase لقى فازة مكسورة مزهرية مكسورة on the floor على الأرض. He then realized his computer was missing بعدين أدرك شاف عرف إنه كمبيوتر أيضا كان مفقود and immediately called the police وفورا اتصل بالشرطة. The police believe the robber may have got in the house through a window. الشرطة تعتقد انه السارق قد دخل ربما قد دخل المنزل من خلال نافذة. دخل البيت من الشباك. A witness شاهد. Witness شاهد هاي اصلا ماخذيها بقطعة واجبات الشرطة. Told the police. شاهد اخبر الشرطة. She had seen a tall man in a dark blue jacket. Run out of the house and drive away in a red car. إنه تقولهم شفت رجل طويل بجاكيت أزرق طوخ غامق خرج يركض من المنزل وهرب بسيارة حمراء. The police haven't arrested. الشرطة لم تعتقل. Arrest يعتقل. لم تعتقل. Haven't arrested anyone for the crime yet. لم تعتقل أي شخص عن أو بشأن هذه الجريمة لحد الآن. None of the missing property has been found. ولا أي من الممتلكات الأشياء المفقودة قد وجدت. Property شيء أشياء. هذه الجملة جت بالوزاري بالضبط شايلين الـ property بالكلمات اللي فوق وننزلها بالفراغ المناسب لها. فولا أي من الأشياء المفقودة قد وجد. This was the fifth robbery in town this year. هذه خامس عملية سرقة تحدث هذه السنة بهذه البلدة بهذه المنطقة. And police think the same man may be responsible.
والشرطة تعتقد أنه ممكن يكون نفس الشخص مسؤول عن هذه العمليات السرقة. They are reminding home owners, دائما يذكرون أصحاب المنازل, to lock their doors, ليغلقوا يقفلوا أبوابهم at night, ليلا, and keep ground floor windows closed, ويبقوا على الشبابيك الطوابق الأرضية مغلقة دائما. النص الثاني راح يكون من عن طريق سو لبنية اللي مباب بيت, ما راح تدز صديقتها, أكيد راح تحكي وياها من باب الميانة وكصديقة, فأكيد يعني لهجتها تقريبا راح تكون مثل هذه. عزلك البحر الصغير صار بينا, وضيف شوية بهارات وملح وتحمى على البنية. على العموم, Dear Anne, you won't believe what happened last night. ما راح تصدقين البارحة صار. I was sound asleep. كنت نايمة غافية بعمق. When all of a sudden I heard a loud crash. فجأة سمعت صوت عالي. Of course I was terrified. طبعا كنت خايفة. I knew my parents were asleep. يعني أعرف أبوي وأمي والدي نايمين. It was around 11 o'clock. كانت تقريبا الوقت حوالي 11. But I thought I heard somebody downstairs. بس أنا اعتقدت أو سمعت إنه أحد جوا. كنت متأكد. I didn't know what to do. ما عرفت شو أسوي. So I ran to wake my parents. ركضت حتى أوقظ والدي. My father made me go back to my room. أبوي خلاني أرجع, رجعني للغرفة مالتي. Then he went downstairs to find out. راح هو للطابق الأسفل, نزل جوا ليتحقق. What had happened? شنو اللي صار؟ He found a big mess. لقى فوضى كلش هواية. There were papers and a broken vase on the living room floor. لقى أوراق على كل مكان, والمزهرية مالتنا مكسورة على أرضية غرفة النوم. هذه المزهرية مالتهم مثل قنفة البرلمان, انقلبت الدنيا عليها. We had been robbed. لقد سرقنا. انبقنا يا معودين. My father called the police. أبوي رأساً اتصل بالشرطة. Luckily, the burglar had already left and no one got hurt. لحسن الحظ, الحرامي هذه يعني صيغة غير رسمية للثيف اللص, robber سارق, burglar حرامي يعني لهجتنا العامية نجري 56 هالسوالف ذني, قد غادر راح مزين, كان منهزم وما حد يتأذى لأن كان خطيئة أبوي انعلس. I'm not scared anymore. لما عاد خائفة بعد يعني ما أنيت. But I feel really angry. بس بصراحة أشعر بالغضب الشديد. My father had his computer stolen. أبوي خطيئة باقي الكمبيوتر مالته. And my science report was on the hard disk. وبحث العلوم والتقرير مالتي مال العلوم كان على الهارد يعني بالحاسبة مال أبوي. يعني هي ما مقر على الحاسبة, مقر على تقرير العلوم. أي أبوه. Now I have to write it all over again. وهسه لازم أنا أعيده من جديد. والله عليك هاي سالفة. والله يا جماعة سالفة. والله. And the jewelry my father gave my mother. شوية سعدة الحماوة. والمجوهرات اللي أبوي جابها لأمي. For her birthday. بعيد ميلادها. Was stolen too. مباقت هم. She's really upset. وهي فد نوب هسه ضايجة. ما حد يقرب يمها. The police told us they think the robber came in through the window. الشرطة يقولون انه حرامي, يعتقدون ان الحرامي اجى من النافذة لان اكيد البوم مسدودة. My father is getting the lock replaced today. ابوي اليوم راح يبدل القفل. The police were very nice. الشرطة كانوا جدا رائعين, لطيفين يعني, ما كانوا كامل مفيد. But they don't think we'll get our things back. بصراحة ما يعتقدون انه راح ترجع اشيانا, يعني قل عليها السلام. Well, I'll tell you more about it at school tomorrow. اوكي باكر اقول لك هواي شغلات بالمدرسه يا بش, راح تقول لي ما اعرف. خلصت القطعه, نشوف التمرين الاي بكتاب النساء صفحه 35. طبعا هو مو وزار يعني. هو كول ذا بوليس, من اتصل بالشرطه؟ اكيد هو السيد سميث, لان كاتب لي هل هي سو او السيد سميث. لا هو السيد سميث. وات ووك سو اب, ما الذي ايقظ سو؟ السي اللاود نويز, الضوضاء العاليه, لانه كاتبين ذا بوليس الشرطه لو التليفون. Who saw the robber, من رأى اللص؟ الأي هو الوتنس اللي رأى اللص, مو شرطة البوليس ولا سو. التمرين بي هذا قدامكم مجرد أسئلة وأجوبة عليها. Why are the police reminding homeowners to lock their doors and windows? Because it was the fifth robbery this year. Why is so happy that the robber left before her father went downstairs?
because no one got hurt. How does Sue feel now? She feels really upset. Why is Sue upset that her father's computer was stolen? Because her science report is on her father's computer. Why is Sue's father getting the window lock replaced? Because the thief got in through the window. نجي للتمرين سي. هو هذا جدا مهم بالوزاري كتاب النشاط صفحة 36. هنا عندنا المرادفات occurred حصل حدث نفسها هي حصل حدث تصير happened. الفورمال رسمي less formal أقل رسمية. injured تأذى أصيب تصير hurt تأذى أصيب أيضا. alerted أبلغ called اتصل alerted أبلغ أو كانت هي حسب الجملة الشرطة أبلغت فألارتد أبلغ ألارت يبلغ ينبه يحذر called يتصل investigate يحقق find out يجد يتحقق يستكشف يستعلم property ممتلكات أو أشياء. كتاب المدرسين النموذجي مكتوبة stuff وأيضا هي بالقطعة مكتوبة things. فإحنا الاثنين هم صح يعتبرون عندكم. بالنسبة لجدول المرادفات أو تمرين المرادفات اللي يجي بالبكالوريا هذه طريقة دائما يجيبون هذه الجمل property stuff occurred happened injured hurt occurred happened أيضا هذه المرادفات نفسها شفناها إحنا injured hurt occurred happened عندنا هنا alerted injured hurt alerted called injured hurt investigate to find out عندنا investigate ايضا find out alerted called. لاحظوا هذه العبارة teach teacher حولين الفعل teach يدرس الى teacher مدرس كفعل الى اسم. rob يسرق الاسم من عندها هي robber سارق كوظيفة يعني مهنة هو هذا الحرام هم مهنته هو هذا الرجال فيصير عندنا robber هذه ايضا انتبهوا لها. injured hurt occurred سعندي happened alerted called property ممكن نكتب stuff ممكن نكتب thing occurred كاتبين هم alerted called occurred happened occurred وهنا مطيني ال h فقط فصير happened. عندنا هنا جايبه in the informal word الكلمة الغير رسمية للproperty هي واحدة من الاثنين اما تكتبون thing او stuff اي stuff بالتجديد يعني stuff. هذه كل اللي وردت بالوزارة من ناحية الإملاء. أيضا أكو المفردات استخدموها بالمعاني فقط ركزوا لي بهذا الجدول حفظوا من هسه شوفوا شلون دائما يركزون عليها كلمات هم اللي يردوها. انتهى هذا الموضوع اللي هو lesson 6 مليون الثاني عملية سرقة robbery.